بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم فيه عن الديفيوجن. مبدئيا ايه هو الديفينيشن اوف ديفيوجن؟ يعني ايه ديفيوجن بالعربي؟ يعني عمليه الانتشار. هي عمليه بيحصل فيها اكستشينج ما بين الالفيولر والبلاد جازز ثرو ذا الفيولو كابيلاري ميمبرين. يعني ايه هي؟ مبدئيا انا لما يعني احنا لما بنتنفس هواء، الهواء ده بيخش بسيرتن بارشل بريشرز للجازز اللي موجوده فيه ويخش يقعد جوه الالفيولاي. بعد كده بيبقى في pressure difference ما بينه وما بين يعني partial pressure اللي جوه الالفيولاي مختلف عن partial pressure بتاع نفس الجهاز اللي موجود في البلود. فبالتالي يبدأ يحصل حركة كده ما بينهم لغاية ما الاتنين يتساووا ومن خلال الالفيولو كابيلاري ميمبرين. فهي عملية الاكستشينج هي دي اللي بتحصل ما بين الالفيولر والبلود جازز لغاية ما يحصل ما بينهم equilibration. طيب، في عندنا عالم اسمه فيك هات لو، فسميناه فيك سلو. كان بيوصف في الديفيوجن، فقال لك ان الديفيوجن بيتناسب مع حاجات طرديا ومع حاجات عكسيا. طيب طرديا مع ايه؟ مع السيرفيس اريا ومع السوليبيليتي ومع البريشر جريدينت. طيب انفرسلي بروبورشنال لايه؟ للثيكنس اوف ذا ميمبرين والسكوير روت بتاع المولكيولر ويت. طيب مبدئيا كده عايزين نتكلم ايه هي الفاكتورز اللي ممكن تافكت الديفيوجن. طبعا نقدر نطلعهم من القانون ونعرف العلاقه اللي ما بينهم وما بين الديفيوجن. نبدا باول واحد اللي هو الثيكنس اوف ذا ميمبرين. زي ما احنا لسه عارفين ان هو بي انفرسلي بروبورشنال للديفيوجن. النورمال ثيكنس بتاع الميمبرين ده نص مايكرون، ممكن يزيد في حالات زي الفايبروزز زي الكونجشن زي الايديما، وساعتها هيحصل فيه ديكريز في الديفيوجن لان العلاقه ما بينهم عكسيه. تاني عامل هو عامل السيرفيس اريا. السيرفيس اريا النورمال بتاعتنا من 50 ل 100، خلينا ناخد average 70 سكوير متر. بتديكريز لو عيان لسبب او لاخر شال one lung. حاجة تانية في مرض اسمه الانفيزيما، لما بتبقى المجموعة من الالفيولاي المفروض كل واحدة ليها الوول بتاعها، تبدأ تتكسر الوولز دي ويتحولوا الالفيولاي واحدة كبيرة، وده بيخسرني سيرفيس اريا جامد، فبالتالي الديفيوجن كاباسيتي بتتأثر او الديفيوجن بصفة عامة بيتأثر. طيب البريشر جريدينت وده تالت عامل وده دايركتلي بروبورشنال. الديفرنس اللي بيبقى ما بين البارتشال بريشر لجاز معين ما بين البارتشال بريشر بتاعه جوه الالفيولاي والبلود ده بنسميه بريشر جريدينت. فمثلا الاو 2 والبارتشال بريشر بتاعها في الالفيولاي بيبقى 100، بينما في الفينس بلود اللي جاي لللونج بيبقى 40. فبالتالي في بريشر ديفرنس ما بينهم حوالي 60 مليمتر مركري. البارتشال بريشر اوف كربون دايوكسيد 40 جوه الالفيولاي و46 في الفينس بلود، معناه ان هو اعلى في البلود عن الالفيولاي. يبدا يحصل الديفيوجن من البلود الى الالفيولاي وفي بريشر جريدينت ما بينهم 6 بس، يبقى الاكسجين كان 60 الكربون دايوكسيد 6 مليمتر مركري. في عندنا مصطلح اسمه الديفيوجن كوفيشنت، وده حاجه كده بتجمع لي ما بين حاجتين، او هو بيديبند على حاجتين، على solubility وعلى السكوير روت بتاع المولكيولر ويت بتاع الجازز اللي هتعدي. بالنسبه للsolubility، الكربون دايوكسيد بصفه عامه صلبل اكتر لسبب او لاخر من الاكسجين ب 20 مره. تمام، المفروض حته المولكيولر ويت دي ان المولكيولر ويت بتاع ال CO2 اكبر من الO2، لان زي ما كنا بناخد زمان في الكيمياء ده بتطلع الكتلة بتاعت كل واحد، فلو ده O2 ده O2 معاها C يبقى اكيد CO2 اكبر. بس في النهاية الديفيوجن coefficient كمصطلح عام بقى تتضمن السولابيلتي والسكوير متر، بنوصفها ان الكربون دايوكسيد لي ديفيوجن coefficient اعلى من الO2 ب 20 مرة. طيب في مصطلح تاني اسمه diffusion capacity من خلال respiratory membrane. ناخد له اول حاجة definition، بيقولك ده عبارة عن مصطلح بيوصف الفوليوم. خلاص، فهو volume of gas can diffuse through a membrane في دقيقة و pressure difference مقداره 1 مليمتر مركري. يبقى انا عايز اقيس فوليوم اللي بيعدي من جاز خلال دقيقة ب pressure difference 1 مليمتر مركري. طيب نبدأ نركب الوحدة من الديفينيشن ده. اليونت بتاعتنا انا بقيس ايه؟ بقيس فوليوم. يبقى اول حاجة احط ملي، بس انا كان عندي شروط على وانا بقيس الفوليوم ده ان انا ابقى في خلال دقيقه، فهحط بير مينيت والبريشر ديفرنس ثابت فهحط بير مليمتر مركري. كل الفاكتورز اللي احنا اتكلمنا عليهم في الاول واتكلمنا ان هم بيأثروا على الديفيوجن كمان بيأثروا على الديفيوجن كاباسيتي. لو ما جينا قسناها للO2 لقينا ان الO2 during the rest 21 ملي بير مينيت
per milliliter mercury و during the exercise بتبقى 65. طيب ازاي ملاحظين طبعا ان في زيادة تقريبا 3 اضعاف. ليه الزيادة دي بتحصل؟ علشان حاجتين. اولا بيحصل recruitment و distension اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، فبالتالي blood supply بيبقى ليها احسن. تاني حاجة بيحصل better matching ما بين ال V والبي او الفنتيليشن والبرفيوجن، فبالتالي الكفاءه بتاعت شغل اللنج بتبقى اعلى، فده بيمكنها ان هي يبقى ليها ديفيوجن كاباسيتي اعلى. بالنسبه للقيم بتاعت الكربون دايكسيد ليه 400 during the rest، 1200 ملي بير مينيت مليمتر مركوري during the exercise. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها حاجه اسمها الايكواليبريشن. طيب هنتكلم اولا عن الايكواليبريشن بتاع الاو 2. الايكواليبريشن تايم بتاع الاوتو ربع ثانيه، يعني ايه؟ يعني الوقت اللي محتاجه ان انا اساوي فيه تركيز او البي او 2 جوه الالفيولاي والبلوت هي ربع ثانيه فقط. يعني مجرد ان يبقى عندي فنتيليشن وعندي بيرفيوجن في خلال ربع ثانيه الاثنين البي او 2 بتاع الاثنين هيبقى متساوي. طيب عندي مصطلح تاني اسمه ترانزيت تايم، هو الوقت اللي بيقضيه البلوت فعليا بقى عند، يعني بيفضل قاعد جوه الكابيلاريز قدام الالفيولاي بتاعته، بيقعد قد ايه؟ بيقعد 3 اربع ثانية، بيقعد 75% سكند. طيب احنا ملاحظين ان هو يعني في اول ربع سنة هيبقى خلص شغله وهيبقى قاعد نص ثانية زيادة. طب هيبقى قاعد بيعمل ايه؟ هو ده بيبقى ريزيرف. يعني انا دلوقتي حصل مثلا ان انا في اكسرسايز، فطبعا الموضوع ده الترانزيت تايم هيقصر لان انا البلد هيبقى محتاج يمشي اسرع ويوصل لبقية اجزاء الجسم اكسجين والكلام ده، فبالتالي الترانزيت تايم بتاعي هيقل، فبالتالي انا مش عايزه اثر على الايكوليبريشن، هتفضل تسحب من النص ثانيه الريزيرف ده بس مش هتيجي على الايكوليبريشن. تمام. حالات تانية الناس اللي عندها مشاكل في اللنج بقى دائمه، يعني الاكسرسايز دي حاله مؤقته، مثلا هتدرب ساعه ساعتين ثلاثه 10 بس مؤقته، يعني بتخلص وبتيجي. انما الناس اللي عندهم مثلا مشاكل زي اللنج فايبروزيس والكلام ده، ساعتها الترانزيت تايم ده هيبقى برضو ريزيرف ليهم، بحيث ان هم لو الايكوليبريشن تايم بتاعهم مثلا بقى نص ثانيه هم لسه اوريدي الترانزيت تايم مكفيهم، الوقت اللي بيبقى قاعد فيه البلود بيبقى كافي لحدوث الايكوليبريشن تايم مهما طال. طيب بالنسبه للسي او 2 الايكوليبريشن تايم بتاعها برضو ربع ثانيه. طب ازاي؟ احنا لما كنا بنتكلم عن الفاكتورز كنا بنقول والله لا ده السوليبيليتي بتاع السي او 2 اعلى ب 20 مره. طب ليه الكلام ده؟ قالك ان هو عنده راب، يعني الديفيوجن بتاع سي او 2 صحيح رابد بس في حاجات تانية بتخليه ابطا، فبتخليه في الاخر الوضع في الاخر متساوي. اللي هي ايه؟ بيقولك ان الـ يعني هي السي او 2 علشان يتحرك كده ونطلعه من البلد للالفيولاي عمليه مش سهله نوعا ما، في رياكشن كده بيحصل هناخده ان شاء الله محاضرات قدام بتخلي العمليه دي سلو خلاص، فبالتالي انا الوقت اللي انا عايزه بيبقى اطول. يبقى انا حتى لو الصلابيليتي بتاعتي جميله بس انا الرياكشن بتاعي اوفرول قليل او يعني سلو، فبالتالي بيخلي لي الموضوع زي الاكسجين. تاني حاجه البريشر جريدينت بتاعته 6 مليمتر مركري، الاكسجين كان 60 10 اضعافه، فالموضوع ده يعني النقطتين دول بيظبطوا علشان يخلوا لي الايكوليبريشن تايم بتاع الاكسجين والكربون دايكسيد الاثنين واحد. All of the following are directly proportional to the diffusion capacity except. طيب انا عندي اربع خيارات بيقول لي كل الحاجات دي directly proportional، في واحد بس هيبقى inversely proportional. طيب مبدئيا surface area، surface area دي لو انت فاكر القانون هتكتبه هتعرف تحل بكل سهولة. طيب انا مش فاكر، طب نفكر شوية. surface area كل ما يبقى عندي surface area اكبر كل ما اقدر اعمل diffusion احسن، خلاص يبقى دي صح، مش دي الاكسبشن. طيب البريشر جريدينت لسه احنا قايلين ان الاكسجين عشان ليه بريشر جريدينت 60 ده مخليه الديفيوجن بتاعه احسن، يبقى مش البريشر جريدينت. السوليبيليتي كنا بنقول ان الكربون دايكسيد السوليبيليتي بتاعته حتى 20 ضعف من الاكسجين وده بيخليه ديفيوز اسرع، يبقى مش السوليبيليتي. طيب اخر حاجه الثيكنس اوف ذا ميمبرين، لما الميمبرين بتاعي بيبقى ثيك هل ده بيفيدني ولا بيضرني؟ طبعا بيضرني، لان كل ما الميمبرين كان ثيك اكتر كل ما انا اخدت وقت اطول علشان اعمل عملية الديفيوجن. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وشكرا.